القوافل التجارية وطريق الحرير وتأثيرها على الفن. لابد أن يأخذنا هذا الحديث عن أسرة تانغ، والتي كانت خلال حكمها الإمبراطورية الصينية من أقوى الدول، ما بين 618 و907 للميلاد. وتوطدت العلاقة بين الصين والعالم العربي والإسلامي خلال حكمهم، وتطور بذلك التبادل التجاري الذي أظهر الفن العظيم والحرفية التي تمتعت بها الصين. فهذه تحفة من روائع الصياغة في عهد أسرة تانغ، تظهر إبداعات الصاغة الصينيين خلال أزهى عصور الفن الآسيوي. وهذا الإناء المصنوع جزئياً من الفضة المذهبة هو وعاء متعدد الفصوص، يرتكز على قاعدة ذات حلقة واسعة، ويعلوه غطاء مسطح يوافق تماماً حافته العليا، ويحتوي على نقوش صنعت بحرفية وحساسية عالية. وهذه الجرة الفضية المذهبة تنتمي إلى مجموعة صغيرة جداً من الأعمال التي يعود أصلها إلى آسيا الوسطى أو التبت، ويدل مدى إتقانها أنها كانت ملك عائلة إرستقراطية، وربما تكون من بين الأدوات الجنائزية لمقبرة تبتية ملكية، وتستمد ثراء صورها الرمزية من العالم الديني التوفيقي المميز لهذه المنطقة خلال الألفية الأولى. وهذا جمل ذو سنامين من باختيريا، وجمل باختيريا هو حيوان يتكيف مع الصحاري الباردة، ونظراً لقوة تحمله كان الوسيلة المفضلة للتنقل لكل القانطين على جانبي طريق الحرير أو المسافرين عبرها، وكان عادة ما يصور بصورة واقعية لا تخلو من شيء من الفكاهة. وهذا التطور التجاري بين الصين والعالم العربي والإسلامي أدى لظهور الخزف وتطور صناعته وفنه، فعثر على أواني خزفية مستوردة من الصين في المناطق الحضرية للدولة العباسية، وكذلك في مصر ومدينة شوشان. ويكشف هذا الطبق الذي استوحي لونه الأخضر ونقوشه من الأواني الخزفية الصينية، وتشير زخرفته الثمينة ولونه الرقيق إلى أنه كان من الأطباق الفخمة، وتمتزج الرموز الصينية كالسمكة في الوسط والتي ترمز إلى الحظ الجيد، ودائرة من أوراق زهرة اللوتس مع نقوش خطية وشبه نقوش خاصة بالمفردات الإسلامية. ويعكس هذا المزيج استيعاب الفن الصيني في إيران وتقاسم هذا الذوق المنطقة السورية المصرية. ونجح الخزافون العباسيون في تطوير القطع الأولى من خزف الفيانس بين نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع، ويشير هذا المصطلح تقنياً إلى عجينة طينية من الخزف مغطاة بطبقة زجاجية غير شفافة بسبب أكسيد القصدير. وظلت مادة الكوبالت الزرقاء المستوردة من منطقة كاشان في إيران والموصوفة بأنها زخرفة من الحبر والثلج حكراً على العالم العربي والإسلامي حتى القرن الرابع عشر، حيث ظهرت لأول مرة في زخرفة الأواني الخزفية. وخلال القرن الخامس عشر تضاعفت تجارة الأواني الخزفية، وفي نهاية الأمر حلت محل الأواني المعدنية على موائد النخب الأوروبية، وأسهمت في إثراء مجموعات عصر النهضة. هذه مزهرية تعد آنية صيدلانية تصنع في كل من سوريا ومصر خلال العصر المملوكي، وكانت تصدر إلى أوروبا مع محتوياتها من الأدوية أو العطور، ويظهر نقشها البديع باللون الأزرق والأبيض، ويكسبها خط الثلث إيقاعاً يناسب وظيفة هذا الوعاء بنص يمدح فوائد الدواء. وهكذا نلاحظ تأثير الخزافين المسلمين في تطوير الأساليب التقنية والفنية لفن الخزف، حيث طوروا الزخارف الزجاجية وحسنوا بعض الطرق المبتكرة بالتزجيج بالقصدير والبريق المعدني. وفي بداية القرن الثاني عشر بدأوا في إتقان استخدام الطين اللين الذي كانت تضاهي صلابته صلابة البورسلان المستورد من الصين. وفي نفس الوقت ظهرت في إيران تقنية النار الهادئة أو الميناي أو هاف ترانك، التي سمحت من خلال عمليات الحرق المتتالية في الفرن بإثراء مجموعة من الألوان، وبذلك احتلوا مكانة مرموقة على الطرق العالمية في تجارة الخزف، ليصبحوا سادة صناعة الخزف.